السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم أهم الأخبار. الكشف عن سر غياب برهم صالح عن مراسم تسليم قصر السلام. كشفت القيادية البارزة في الاتحاد الوطني الكردستاني آلا طالباني اليوم الجمعة عن سبب تغيب رئيس الجمهورية السابق برهم صالح عن مراسم تسليم قصر السلام لرئيس الجمهورية المنتخب من البرلمان عبد اللطيف رشيد، متهمة رئيس الاتحاد بافل طالباني بشق صف الإطار التنسيقي بترشيح صالح للرئاسة. وقال الطالباني في تصريح متلفز إن برهم صالح ممتعض من جميع قيادات الاتحاد الوطني، وقد رفض مشاركة مراسم تنصيب عبد اللطيف رشيد لرئاسة الجمهورية كرسالة سياسية للاتحاد بالشعور بالخذلان. وأضافت إن صالح يشعر بخيبة أمل شديدة بسبب قيام جزء من الاتحاد برفض التصويت لبرهم صالح، بالإضافة إلى القوة الشيعية والسنية التي رفضته علنا. وأشارت إلى أن رئيس الاتحاد بافل طالباني شق وحدة الإطار التنسيقي بإصراره على ترشيح صالح، كونه يعلم بوجود رفض سني وشيعي وحتى في داخل البيت الشيعي، إلا أنه أصر على تقديم صالح. جرت يوم الاثنين الماضي مراسم تسليم رئاسة الجمهورية إلى عبد اللطيف رشيد في قصر السلام ببغداد بغياب الرئيس السابق برهم صالح، الأمر الذي أثار جدلا واسعا وسط اتهامات لصالح بخرق البروتوكول.